معانا مره ثانيه عبر الهاتف الدكتور حسن شحاته الخبير التربوي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم. اهلا كده صوت واضح. دكتور كنت بسال حضرتك شايف ازاي يعني اقتراب الفصل الدراسي الجديد؟ العام الدراسي بالظبط خلاص على الابواب، عندنا طلاب دخلوا وابتدوا الدروس الخصوصيه طبعا اكيد حضرتك عارف في نفس النظام تقريبا، يعني لم يتغير شيء حتى الان وفقا لمعلوماتنا. لا خليني اقول لحضرتك ان هذا العام يعني حدث تغيرات كثيره، منها بناء مدارس جديده بحق الانتفاع مع رجال الاعمال، ومنها دخول الانشطه المدرسيه الى المدارس، ومنها استخدام اسلوب او نظام التقويم الشامل للطلاب طوال العام الدراسي في المرحلتين الابتدائيه والاعداديه، ومنها اختصار 30% من الكتب المدرسيه في جميع المواد الدراسيه. هذا العام سيتم يجد اولياء الامور والاباء والطلاب والمعلمين سيجدون اهتمام بالكيف دون الكم. كل دي وطبعا دكتور حسن حضرتك بتتكلم على الابتدائي والاعدادي صح، وفكره ان هم تم الغاء الامتحان بتاع نصف السنه 40% للدرجه في شهور السنه، ثلاثه في الاول في التقويم الشامل، في ليس في التحصيل فقط ولكن في الانشطه وفي الـ كل الـ والمعامل والرياضيات 40% يا دكتور. نعم بيتم 40% من الدرجة في 3 شهور، وده يؤدي وبعدين 60% من الدرجة للميد تيرم أو نهاية الفصل الدراسي، وده بيؤدي إلى أن الطالب بيذاكر باستمرار والمعلم بيشرح باستمرار وولي الأمر بيعرف مستوى الطالب باستمرار. أيضا بتزيل الرهبة والقلق اللي كان مرتبط بامتحان واحد بيقدم ليه الطالب، لان دلوقتي بيجد نفسه في سلسله من الامتحانات يبتدي تزول عنه رهبه الامتحان ورهبه القلق، وولي الامر يبتدي يعالج ابنائه اذا كانوا ضعفاء منذ بدايه الشهر الاول من العام الدراسي ولا يتركونه الى نهايه العام الدراسي، بيؤدي الى وده يا دكتور اللي بيحصل في الدروس بتاعت الاعدادي اصلا بيروحوا الدروس بيعملوا امتحان زي ده بالظبط. في مواجهه لمراكز الدروس الخصوصيه والاستعاض عنها بمجموعات التقويه داخل المدارس، وايضا لهذا العام سيتم شيء جميل جدا في المرحله الثانويه بالذات اللي هو ان الطالب يختار المعلم الذي يريده في الماده الدراسيه التي يريدها، ويبتدي نزيل بقى الحصص اللي التي لا يمتحن فيها الطالب في الرياض في الالعاب وفي الانشطه المختلفه، ويقتصر على الرياضيات والعلوم والكيمياء والطبيعه واللغات. ده في الثانوي يا دكتور العربية. حسن صح؟ نعم فهمت. ده بقى في الثانوي اللي حضرتك بتقوله. ده في الثانوي هيتم عن طريق يعني تجميع للطلاب المتميزين، وبيختاروا المدرس المتميز معاهم في هذه الماده، ويتم الحوار والنقاش ويروحوا بدري، هيبقى مده الدراسه لمده 3 ساعات. فدي كلها تعتبر يعني انجازات هذا العام. ايضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بان بدايه العام شهر 9 ده سبتمبر سيتم عقد مؤتمر يتم فيه تطوير نظام امتحان في الثانويه العامه، بالاضافه الى تطوير نظام القبول في الجامعات المصريه وليس النظام الحالي هو النظام الافضل. تفتكر يا دكتور المؤتمر ده اللي هنطلع بيه دكتور حسن المؤتمر ده اللي هنطلع بيه هنقدر ننفذه على اخر السنه؟ هيتم عقده ان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر 9، وطبعا دكتور جمال الشيحي اللي هو ماسك رئيس لجنه التعليم في مجلس الشعب، ولاول مره هذا العام عندنا لجنه التعليم في مجلس الشعب، لجنه مقدره واساتذه متخصصين، وبيضعوا استراتيجيه في ضوء الاستراتيجيات القديمه، استراتيجيه تتفق مع الرؤى المستقبليه لمصر، ان شاء الله ستقود مصر الى المستقبل. واصبح دلوقتي التعليم ليس قضيه وزير او وزاره بقدر ما هو قضيه مجتمع، ولابد ان احنا نشارك جميعا اعلاميين وتربويين ورجال اعمال ومجتمع مدني في دعم ودفع مسيره التطوير التعليمي ومسانده اي فكر تربوي جديد يطبق في المدارس المصريه. طب دكتور حسن مره ثانيه، يعني دلوقتي الثانوي او الثانويه العامه هيروحوا المدرسه 3 ساعات فقط، هيقدروا يختاروا المدرس اللي هم عايزينه؟ تجمعات.
داخل كل مدرسة في مدرجات، والطلبة هيدرسوا مادة كيمياء أو مادة أحياء أو مادة طبيعة أو مادة رياضة، المواد الأساسية، ويتم مناقشتهم وامتحانهم أسبوعيا في هذه الأمور على أساس نوفر لأولياء الأمور عناء الدروس الخصوصية طبعا. ومراكز اللي بيتصعب فيها دم قلبهم. طيب ودكتور حسن، حضرتك بقى كنت بتتكلم على الأنشطة للثانوي، إزاي هنقدر نتأكد إن الأولاد بيعملوها؟ لا، الأنشطة هتبقى في الابتدائي والإعدادي فقط، بس مش هيبقى في أنشطة للثانوي. لا لا لا، هو النشاط الثانوي للتحصيل الاكاديمي، لان طبعا انت حضرتك عارفه ان اولياء الامور او الطلاب مهمومين بدخول ممارسه تمارس الثانويه العامه والحصول على كرسي في جامعه حكوميه، مع ان الجامعات الحكوميه ذات الاعداد الكبيره والامكانات الفقيره، ولذلك احنا بندافي كاساتذه التربيه بضروره توسيع فرص التعليم الجامعي في التعليم الاجنبي والتعليم الخاص والتعليم الحكومي والانتساب الموجه والتعليم المفتوح وكل انواع التعليم واقليه التعليم حتى نرتفع بالمقبولين. اكيد احنا بس بنتمنى يا دكتور ان المرحله الجايه، يعني بنتمنى ان المرحلة الجاية بقى، يعني ده السنة دي حضرتك برضو بتطمنا تغييرات مش وحشة الحقيقة، بس المرحلة الجاية نهتم برضو بالأنشطة لطلبة الثانوية العامة. السيد الرئيس معني بالدرجة الأولى بالتعليم، وقال إن التعليم لابد أن يتطور بجهود أبناء المجتمع المدني، ولابد في مشاركة مجتمعية بين رجال الأعمال وبين وزارة التربية والتعليم وبين الأحزاب السياسية أيضا، بيكون لها دور في عملية تطوير التعليم أو الإدلاء بآرائها في، وطبعا اللي هو مجلس التعليم ما قبل الجامعي أصبح هو القائد لعملية التعليم وليس وزير التربية والتعليم، فأصبح القرارات بتطلع قرارات ديمقراطية وليس قرارات الغرف المغلقة وليس قرارات أحادية. هنشوفها بقى يا دكتور حسن الفترة الجاية. أنا بشكرك دكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، كل هذه أخبار عن نظام التعليم الجديد سواء كان تغييرات في الابتدائي والإعدادي أو حتى تغييرات في الثانوي وحتى الثانوية العامة.